Salut tout le monde, comment ça va? Alors, on continue notre travail concernant les leçons de grammaire. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble les articles définis et leur usage et comment utiliser les articles définis. مرحبا بالجميع احنا النهاردة هنكمل فيديوهاتنا اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو السابق اللي تخص دروس الجرامير اللي كانوا بيتكلموا عن الديتيرمينو المختلفين. في الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله هنتعرف مع بعض على الارتيكل لزارتيكل ديفيني ونقدر نعرفهم ونفرقهم من بعض ونعرف استخداماتهم المختلفة. زي ما قلنا في الفيديو السابق ان الارتيكل ديفيني سون لو لا الابوستروف لي. الارتيكل ديفيني هما sont ils désignent un être ou une chose connue. Et là, on utilise le tarif de شخص ou de شيء محدد معروف. Le, هنبتدي بأول article défini معنا le. Le, on le place avant un mot masculin singulier commençant par une consonne. Le, بنحطها قدام الاسم المذكر المفرد اللي بيبتدي بكونسون. اكزامبل لو غارسون لو مور لو فرماج لو سييل لو بالكون لو باتون لو جور لو جاردان لو ماتان لو كوتو لو سولي لو شيمان. هنا هنعرف مع بعض معاني الكلمات دي ايه بالعربي، بس عاوزاكم من هنا ورايح زي ما كنا قلنا مع بعض قبل كده في فيديوهات قبل كده، ان اللي هنلاحظ باستمرار ان الفرنساوي غير العربي. في حاجة ان مش عشان كلمة مذكر في العربي هتبقى مذكر في الفرنساوي، عشان كلمة مؤنث في العربي تبقى مؤنث في الفرنساوي، لا خالص. في كلمات كتيرة في اللغة العربية هي مذكر، في الفرنساوي هنلاقيها مؤنث، والعكس صحيح. يعني هنشوف مع بعض le garçon الولد le mur الحائط le fromage الجبنة le ciel السماء le balcon اللي هي البلكونة le bâton العصاية le jour اليوم le jardin الحديقة le matin الصباح le couteau السكينة le soleil الشمس le chemin الطريق. نعيد مع بعض تاني معاني الكلمات وهنلاحظ طبعا زي ما انا قلت ان في كلمات هي مذكر في الفرنساوي وهنلاقيها هنا في العربي مؤنث. لو garçon الولد لو مور الحائط لو فرماج الجبنة لو سييل السماء لو بالكون لو بالكون البلكونة لو باتون العصاية لو جور اليوم le jardin الحديقه le matin الصباح le couteau السكينه le soleil الشمس le chemin الطريق. يبقى le on le place devant ou avant un mot masculin singulier commençant par une consonne. خلاص دي بالنسبه للو اول ارتيكل ديفيني معانا le. دوزيام ارتيكل ديفيني معانا هنلاقي الارتيكل لا. لا vient devant un mot féminin singulier commençant par une consonne. لا بيجي قدام كلمة féminin singulier مفرد بتبتدي بكونسون. ونركز ان احنا قلنا لو ولا قدام كلمات singulier مفردة بتبتدي بكونسون، عشان الفايل اللي احنا عارفينهم اللي هما الأ والأ والإي والأو والإي والأش ليهم أرتيكل ديفيني تاني غير لو ولا. طيب نشوف الإكزامبل اللي معانا للمو فيمينان والأرتيكل ديفيني فيمينان اللي هو لا. هنلاقي لا باج لا بانك لا شيز لا كلي لا كلوش لا كورد لا كولور لا كويزين la maison, la lumière, la neige, la main, la bague, le khatem, la banque, le bank,
لأنها كلمة معربة، هي في اللغة العربية اسمها المصرف مش البنك. La chaise كرسي، la clé مفتاح، la cloche الجرس، la corde الحبل، la couleur اللون، la cuisine المطبخ، la maison المنزل، la lumière الضوء، la neige التلج، la main اليد. toutes ces mots اللي قدامهم la sont des mots féminins. Sont des mots féminins singuliers commençant par des consonnes. كلهم كلمات féminins singuliers مفردة بتبدأ بconsonnes. طيب قلنا le وقلنا لا. هنيجي لتالت أختيكل ديفيني معانا اللي هو الال أبوستروف، اللي هو الال أبوستروف. إيه بقى حكاية الال أبوستروف دي؟ دي ال حرف ال وحاطين قدامه أبوستروف، دي أبوستروف حتى في الإنجليش موجودة أبوستروف. طب دي بقى بنستعمل ال أبوستروف دي ليه؟ devant un mot masculin ou féminin singulier، لازم يكون singulier، لازم يكون مفرد. commençant par une voyelle، احنا بنحط الارتيكل ديفيني ال أبوستروف pour désigner être أو chose connue، عشان نحدد ونعرف حاجة أو شيء أو حد معروف. بيبتدي بيكون الاسم masculin مذكر أو feminin أو مؤنث، singulier مفرد، بيبتدي بفويل. example l'avion l'étage l'insecte l'orage l'univers et l'hélicoptère. كل الاكزامبل دي ce sont des mots masculins singuliers commençant par une voyelle. كل الكلمات دي كلمات مذكرة masculin singulier مفردة مش جمع، بتبتدي بفويل. طب ايه معنى الكلمات دي؟ l'avion يعني الطائرة، l'avion يعني الطائرة، l'étage الطابق، l'insect الحشرة، l'orage العاصفة، l'univers الكون، l'hélicoptère الطيارة الهليكوبتر. طبعا احنا ملاحظين ان اغلب الاكزامبلات دي في اللغة العربية هي كلمة مؤنثة، بس في الفرنسي هي ديمو ماسكولين وبتبتدي فايل، كلهم بيبتدوا فايل. ا او اي او يو اش. مش عايزين نتلخبط ان كلمة يونيفير بتنتهي باس، واحنا كنا خدنا في فيديو قبل كده ان المارك دي بلوريال ان الكلمة بتنتهي باس او باكس. هنعمل حلقة بعد كده الموضوع ده لوحدها تخص الموضوع ده، ان في كلمات اصلا في الفرنسي حتى هما سنجولي بينتهوا بس، هي تركيبة الكلمة كده. فمن ضمنهم كلمة يونيفير اللي هي الكون، هي اصلا بتنتهي بس في الاساس وهي سنجولي من غير اي بلوريال. يبقى الافيون، l'étage, l'insecte, l'orage, l'univers, l'hélicoptère, دول مو masculin singulier بيبتدوا voyelle. فعشان نديهم article او نحط لهم article défini هنحط لهم l'apostrophe. طيب في exemple تانية معايا، في l'armoire, l'épreuve, l'idée, l'odeur, l'usine, l'habitude. l'armoire دولاب، لبروف الاختبار او الامتحان، ليدي الفكرة، لودور الرائحة، لوزين المصنع، لابيتود العادة. كل دول سوسون دي مو فيمينين سينجوليي كومونسون باغ اون فويل. كل الكلمات دي دي مو فيمينين في الفرنسي، كلهم كلمات فيمينين في الفرنسي singulier مفرد وبيبتدوا voyelle. armoire تبتدي بأ، épreuve بأ، idée بالإي، odeur بالأو، usine بالU، habitude بالH. oui.
خلاص. يبقى لما يجي يقول لي مي ان ارتيكل ديفيني او كومبليت بار ان ارتيكل ديفيني، يبقى نفتكر مين الارتيكل ديفيني. عندي لو، عندي الارتيكل ديفيني بتوعي، عندي لو لا الابوستروف. ليه بقى اخر واحده؟ هنشوف ليه دي حكايتها ايه وايه استخداماتها مع بعض. طيب احنا قلنا لو للماسكولين سينجولي، لو قلنا للمفرد المذكر، لا للفيمينين سينجولي للمؤنث مفرد، والابوستروف للماسكولين او الفيمينين السينجولي اللي بتبتدي بفايل. طب لما جات لي الكلمه جمع اخرها اس او اكس وبيقول لي كومبليت او مي لارتيكل ديفيني كونفينابل، حط الارتيكل ديفيني المناسب. هعمل ايه ساعتها؟ هحط اني ارتيكل ديفيني، هحط الارتيكل ديفيني لي، هحط الارتيكل ديفيني لي. طيب الارتيكل ديفيني لي فيان افون لي مو ماسكولين والفيمينين بلوريال كومونسون بار اون فايل او بار اون كونسون. ليه؟ بيحطوا قدام المو الجمع، المو الجمع البلوريال، سواء المو دي سون دي مو ماسكولين مذكر او دي مو فيمينين مؤنث، سواء بيبتدوا بفايل او بيبتدوا بكونسون. طيب نشوف مع بعض كده. عندنا لي شامبغ الغرف دي مو فيمينين بلوريال commence par une consonne. كلمة لي شامبر بتنتهي بأس وقبليها لي، وبتبتدي هي كلمة فيمينين في الفرنسي بس بتبتدي بإيه؟ بكونسون عادية خالص وآخرها أس، يبقى تاخد لي اللي هي الأداة اللي احنا بنستعملها للبلوريال. لي زاسيات، لي زاسيات دي مو فيمينين بلوريال وبتبتدي بار اون فايل، بتبتدي بالفايل ا وبتنتهي باس اللي هي المارك دي بلوريال، فهحط لها اني ارتيكل ديفيني، هحط لها الارتيكل ديفيني لي. طيب لي نياج، لي نياج اللي هي السحب دي مو ماسكولين بلوريال اخرها اس، بتبتدي بكونسون اللي بتبتدي بحرف الان، بتبتدي بحرف الان، فهحط لها اني ارتيكل ديفيني، هحط لها لي. لي زوندوا، لي زوندوا ده مو ماسكولين بلوريال، لي زوندوا يعني الاماكن، بتبتدي ده مو ماسكولين بلوريال اخره اس فبلوريال، كومونس بار اون فايل بيبتدي بفايل اللي هي الاو فحط له لي. طيب دلوقتي احنا عرفنا ان الارتيكل ديفيني عباره عن لو لا لي الابوستروف او لو لا الابوستروف لي. كده خلصنا الارتيكل ديفيني بتوعنا. لا في حاجه اسمها ارتيكل ديفيني كونتراكتي. في حاجه اسمها ايه؟ ارتيكل ديفيني كونتراكتي يعني ايه؟ يعني بجيب اتنين من الارتيكل ديفيني بتوعي، بجيب اللو واللي مع البريبوزيشن دو، دو او ا. بريبوزيشن يعني حرف الجر، حرف الجر ا لا عليها اكسون دي او دو. لو جيت قلت الو، مفيش حاجه اسمها الو عندنا في الفرنسي، مفيش الو، في او الى الي الى، بس دي لو ايه كلمه جمع. دو لو هتبقى دو ودو لي هتبقى دي. الارتيكل ديفيني كونتراكتي بيتكونوا من البروبوزيشن ا او بروبوزيشن دو زائد ارتيكل ديفيني. طيب هنشوف مثال يوضح لنا ايه حكايه الارتيكل ديفيني كونتراكتي ده. جو فو، جو في ا لو كلوب، انا اذهب الى النادي. بس الكلمه كده في الفرنسي مش صح، مفيش حاجه اسمها الو، الو في الفرنسي دي مش موجوده، الو في الفرنسي مش موجوده. امال ايه صح؟ الصح ان انا اقول جو في او كلوب، انا اذهب الى النادي برضو، بس هو ده الفرنسي الجرامير الصح. مفيش حاجه اسمها اقول جو في ا لو كلوب، مفيش حاجه اسمها كده، هقول جو في او كلوب. طب جو مانج،
de le pain. انا اكل خبز او من الخبز. مفيش حاجه اسمها de le برضه. اسمها ايه؟ je mange du pain. je mange du pain. طيب هو هنا بيقول لي pour distinguer si du ou des, لو du ou des دي sont des articles définis contractés ولا article indéfini. لان هنا في الارتيكل انديفيني اللي هناخدهم في الفيديو اللي جاي عندي حاجة اسمها ان دي. طب انا هفرق ازاي ان دي دي ارتيكل ديفيني كونتراكتي ولا ارتيكل انديفيني، وهفرق ازاي عندي في دو في الارتيكل بارتيتيف اللي هاخدهم بعد كده في حاجة اسمها دو. هفرق ان دي دو بتاعت الارتيكل بارتيتيف ولا ان دي دو بتاعت الارتيكل ديفيني كونتراكتي. هحط بدل، هجرب لما تجيلي في الجملة دو أو دي، هجرب إن أنا أشيل دو أو دي وأحط بدلها un peu de، القليل من. لو لقيت إن أنا قدرت إن أنا أشيل دو أو دي وحطيت un peu de، تبقى دو أو دي بتاعتي دي أرتيكل بارتيتيف أو أرتيكل انديفيني. هقول المثال عشان نفهم اكتر. je mange du pain. je mange du pain. طيب هي في الاساس كانت ايه؟ كانت de le، وقلنا مفيش حاجه اسمها de le في الفرنسي، فانا هقول ايه؟ du. je mange du pain. طيب هل اقدر اشيل du واحط un peu de؟ يعني هل اقدر اقول je mange un peu de pain، انا اكل القليل من الخبز او بعض من الخبز؟ اقدر اقولها. فهنا في هذه الحاله دو دي ارتيكل بارتيتيف، ارتيكل بارتيتيف مش ارتيكل ديفيني كونتراكتي. طيب جو ريفيان دي كورس، انا راجعه من الشوبينج، كنت بعمل شوبينج، كنت بعمل مشتريات. فجو ريفيان دي كورس، دي كورس هل اقدر اشيل دي واقول جو ريفيان ان بو دي كورس، انا راجعه من بعض من الشوبينج او من بعض من عمل المشتريات؟ ملهاش معنى، مش هتيجي، فمش هقدر اشيل دي واحط مكانها ان بو دو. فهنا تبقى دي دي ارتيكل ديفيني كونتراكتي. تمام، يبقى ان جينيرال رابيدمون كده نعمل ريفيزيون اللي احنا قلناه. قلنا او عرفنا مع بعض في الفيديو ده الارتيكل ديفيني لو لا الابوستروف لي، وعرفنا مع بعض ايه هما الارتيكل ديفيني كونتراكتي وبيتكونوا من ايه وازاي نفرق ما بينهم وبين الارتيكل بارتيتيف او الارتيكل انديفيني. ميرسي.